السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة الفيديو بتاعنا يا جماعة مختلف خالص 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 عن الطبخ وعن المطبخ وعن الكلام ده كله. الفيديو بتاعنا النهاردة فيديو مش عارفة ابتدي واقول ايه، مش عارفة اتكلم فيه ازاي، ولكن اللي هيشوف الموقف اللي في الفيديو دلوقتي هيعذرني. وانا عاملة الفيديو دوت والله مش عشان القناة ولا عشان خاطر اكبر قناتي ولا عشان خاطر اي حاجة، انا عاملاه عشان الناس كلها، مش عشاني انا واولادي ولا عشان قناتي ولا عشان الكلام ده كله. شركة كبيرة قوي 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 كنا بنثق فيها، وشركة مواد غازية، وكنا بنجيب منها البيبسي او الكوكولا قصدي، او الفانتا كوكولا او الفانتا او السبرايت، فكنا بنجيب منها المشروبات الثلاث حاجات دول من الشركة ديت. كنت ماشي انا وابني، ومع الاسف الشديد كنت بجيب حاجات من سوبر ماركت، فابني اخذ الازازة ديت، فهو عنده احتقان في زوره، فقلت له لا بلاش دلوقتي عشان انت تعمل لما تخف اجيب لك، فقال لي لا انا عايز ديت، فاحرجت فجبتها عشان ايه، خلاص نفسه طلبها خلاص جبتها له. المهم ان هو روح البيت وخلاص هيفتحها عشان يشربها، بيقول لي افتحها لي بقى عشان احطها في ازازة، وهو بيقعد يعمل حركات كده وكلام من ده. فمع الاسف الشديد ازازة البيبسي وانا بفتحها، قبل ما افتحها ببص عليها كده لقيت فيها حاجة سودة من تحت، فقلت انا متهيألي، فببص كويس لقيت مصيبة، مش حاجة واحدة، ده اربع حاجات، اربع مصيبات جوه الازازة. انا مش عارفة هي خرجت ازاي من المصنع بالشكل ده. بص يا جماعة، اربع حشرات جوه الازازة، غير في حاجات متحلية نقط سودة كده في الازازة، انا معرفش دي ايه. بصوا الازازة مقفولة خالص اهي، عشان محدش يتكلم ويقول ان احنا عاملين حاجة او مش عارف ايه حاجات من ديت. الازازة مقفولة اهي، بصوا اهي الازازة مقفولة، بصوا الحشرات اللي جوه، شايفين؟ احاول ارجعها بسرعة عشان تبان، يا مش عارفة باينة في الكاميرا ولا لا، باينة باينة في الكاميرا اهي، مش حشرة واحدة، ده اربع حشرات، وحشرات مش قليلة، ده حشرات كبيرة. ازاي خرجت من المصنع بالشكل ده؟ ازاي؟ بصوا اهي الشركة اهي كاتبة حاجات اهي، ده الوصف بتاع الازازة بتاعتهم اللي هي 350 ملي، تستعمل هذه الزجاجة للمشروبات الغازية فقط. لا قصدك للحشرات فقط، قصدك للحشرات فقط، انت نسيت حضرتك كاتب الكلام ده. طب ازاي خرجت من المصنع بالشكل ده؟ طب دي ازازه شفافه وخارجه كده، امال الكنزات المقفوله اللي احنا ما بنشوفش جواها حاجه وهي بتتشرب فيها ايه؟ انا مش عارفه دي خرجت من المصنع ازاي. معلش انا عايزه كله يشتري الفيديو دوت، مش عشاني انا، لا عشان كله، عشان صحه الناس كلها. يا جماعه دي بشر اللي بتشربها، انا مش فاهمه دي بشر اللي بتشربها ازاي خارجه بالشكل ده من مصنع. انا عايزه حد يكلمني ويقول لي المنتج ده مش بتاع الشركه، ممكن ربما زي ما بنشوف كده بعض الشركات ان هم بيضربوا ويعملوا حاجات مصانع كده اي كلام، حد يطلع يتكلم لو ده مش المنتج بتاعهم، والتاريخ بتاعهم موجود اهو على الازازه 29/5/2021، ده الانتاج بتاعها، انتهاء الصلاحيه بتاعتها 28/5/22، يعني بتاعتهم اهي. طب انا عايزه معلش حد يشيل الفيديو دوت ويوصله للمسؤولين، لان ديت مش حاجه عاديه، لا دي مشروبات يعني صحه، احنا كفايه البلاء اللي احنا فيه، كفايه للناس فيه، الناس بتخاف من البرد ويقول لك كورونا ومش كورونا والكلام ده كله. طب ايه؟ طب دي لو ابني شربها، بالشكل ده، طب ايه كان هيحصل له ايه؟ انا مش فاهمه. طب لو انا ما اخدتش بالي وابني اخد الازازه قال لي افتحها وفتحتها له وشربها بالشفاطه وخلاص شكرا على كده، كان ايه هيبقى مصير ابني؟ الشركه كانت هتنفعني بايه لو ابني حصل له حاجه؟ طب لو مش ابني انا، ابن حد تاني ما كتير كفيف وبيشرب الكلام ده كله، لو واحد كفيف وشربها كان هيشربها ازاي؟ انا عايزه حد من المسؤولين، يا رب يا رب يا رب الفيديو دوت، انا عايزه كل يشير الفيديو دوت عشان يوصل للمسؤولين، ولو قناتي مش هتوصله للمسؤولين لا انا هبعت الازازه لحد في التلفزيون يشير الفيديو دوت عشان خاطر يوصل للمسؤولين ويقول لنا في حاجه. انا عايزه وزاره الصحه تشوف الكلام دوت. انا دايما بشوف في التلفزيون دايما حملات جميله قوي تبع وزاره الصحه بتدخل وبتعمل حاجات كده جميله، نفسي يبصوا على الحاجات اللي زي كده، الشركات الكبيره اللي زي كده، يشوفوا لنا ايه رد فعل الكلام ده.
حد يرد بقى منهم ويقول لا ده مش مصنعنا او مش حاجتنا. خرجت ازاي بالشكل ده؟ انا عايزه افهم الشركه دي خرجت الازازه دي ازاي بالشكل ده؟ ازاي؟ انا مش فاهمه ازاي. بصوا يعني انا مش فاهمه، انا مش فاهمه والله، انا مقهوره بصراحه، انا صدمت صدمه عمري يعني. الحمد لله الحمد لله ان ابني خلاص شاف الكلام ده، والحمد لله ان ما شربهاش وانا ما خدتش بالي، وفعلا اديته قلت له خد افتح واشرب وما خدتناش بالنا. كان مصير ابني هيبقى ايه؟ ولو حد تاني غير ابني كان هيبقى مصيره ايه؟ يا رب يا رب كل يشير الفيديو دوت، معلش يا جماعه رجاء 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 كل يشير الفيديو دوت عشان خاطر يوصل لاكبر عدد وكل الناس تشوف الفيديو دوت وكل الناس تاخد تحذير ان يبصوا على الحاجه قبل ما يشربوها ولا قبل ما تتاكل او اي حاجه. انا مش عارفه اتكلم اقول ايه بصراحه في الفيديو دوت لان الفيديو صعب جدا، وانا اللي انا شايفاه بصراحه صدمه كبيره، انا مش عارفه اقول ايه. بصوا انا المره الثانيه اقول لكم ان الازازه مقفوله، الازازه مقفوله بصوا اهي عشان محدش يتكلم ويقول حاجه. بصوا اهي الازازه مقفوله يا جماعه، اهي مقفوله. انا مش عارفه بصراحه، انا محتاره اقول ايه ولا اعمل ايه، انا مش عارفه. يا ريت حد يفهمني اعمل ايه، ويا ريت حد يكتب لي في الكومنتات اعمل ايه فيها بصراحه، انا مش عارفه. انا بقول ابعتها للتلفزيون يصورها ويرفعها هو بطريقته، ولا ارفعها انا في فيديو عندي، ولا مش عارفه اعملها ايه، ولا اعمل بها محضر. في ناس قالوا اعملي بها محضر، وناس قالوا ابعتها للتلفزيون، وفي ناس قالوا هنساعدك ونبعتها للتلفزيون. فانا مش عارفه ابعتها فعلا للتلفزيون ولا اعمل بها محضر. يعني انا من ناحيتين، ده كلمني وده كلمني، في ناس قالوا اعملي بها محضر، وفي ناس قالوا لي اعملي بها ابعتها للتلفزيون وكده. حد يفهمني اعمل ايه، ايه الصح اللي انا اعمله؟ لان انا بصراحه صدمتي مخلياني مش مركزه، انا اول مره احتار في حاجه، محتاره جدا، انا مش عارفه اتصرف ازاي ولا اعمل ازاي. طبعا انا بتاسف وبعتذر لكل الناس على المنظر اللي انتوا شايفينه ده، ما كانش ينفع ان انا اسكت عليه، فانا عملته عشان خاطر الكل يشوف. انا طبعا انا محرجه جدا وبتاسف كتير او للناس اللي شافت الكلام دوت، بس كان لازم يشير عشان كله يشوف ياخد باله من حاجه زي ديت. ويا ربي ويا ربي يعني كل يشير للفيديو دوت ويقول لنا اعمل ايه. انا محتاره والله، والله محتاره اعمل ايه. يا رب كل يشيره، وعايزاه كله يعني يوصل اكبر عدد، مش عشان قناتي والله، ولا عشان عامله الفيديو عشان خاطر قناتي يكبر، ولا عشان اي حاجه من الحاجات دي. انا عامله عشان المنظر اللي انا شايفاه دلوقتي، انا مش عارفه اوصفه ولا اقول عليه ايه بصراحه. يا رب وزاره الصحه تشوف الفيديو دوت، يا رب يوصل لهم. ومعلش انا بقول رجاء تاني، بقول رجاء تاني كل يشيل لي الفيديو دوت عشان يوصل للوزاره ويوصل لاكبر عدد ويوصل للناس كلها عشان كل الناس تشوف الفيديو دوت. انا بالنسبه لي ابني لما شافها خلاص هو جاته قرفه من الكلام ده كله، مش عايز يشرب لا حاجه ساقعه ولا بيبسي ولا الكلام ده، الحمد لله يعني جات من عند الله. هو خلاص قال لي مش هشرب الكلام ده تاني ابدا خالص. فيا رب وزاره الصحه تشوف الفيديو دوت ويشوف الشركه دي تشوفوا اتصرف معاها. والازازه انا عموما محتفظه بيها، في ناس قالوا اعملي بقى محضر، في ناس قالوا اعملها وديها للتلفزيون، وناس قالوا هنساعدك نوصلها للتلفزيون او انت عايزه تعملي محضر نعملك بقى محضر. بس انا مش بعمل لنفسي، انا مش هعمل محضر لنفسي، انا هعمل محضر للناس. يعني مش عارفه اشيره ازاي بصراحه ولا اقول ايه. ف يلا انا اسفه المره الثانيه ان انا ظهرت لكم حاجه زي كده. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.